What's up guys, how are you? I hope that you are fine. So معكم Mr. H here in this channel. Yes, this channel واللي هي Learn English with Mr. H اللي هو بطبيعة الحال حمزة القصراوي بالنسبة اللي ما كيعرفنيش. جيت هنا باش نقول لكم ويلكم, باش نقول لكم مرحبا, باش نقول لكم مرحبا بكم هنايا في هذا العشاب. يعني ان شاء الله غادي يكونوا لي فيديو بالعربية بالدارجة بلونجلي, وما نقراو الألمانية بلونجلي علاش مالح حتى هي. سو جيت باش نقول لكم هنا مرحبا بكم, مرحبا بالناس اللي ساكنين في مدينه واتزام, مرحبا بالناس اللي في المغرب كامل. المهم حمزه قصراوي 25 عام, ساكن في مدينه واتزام, خديت ديز اكسبيريونس في تشيتشين, في كوريا, في تركيا, في صربيا. يعني وعندي واحد ديز اكسبيريونس اللي هي ماشي سهله, باش انك تقري برا المغرب حتى هي ماشي سهله. يعني جيت هنايا ورجعت للمدينه ديالي هي على اساس انني باش هذيك الاكسبيريونس اللي خديت على برا باش نجي ونخرجها ونعبر بها هنايا اكثر بالنسبه للناس ديال المدينه ديالي. داكشي علاش اون فوا رجعت من برا المغرب مشيت للسونتر ديال يونيفرسال اوكسفورد سبايرز لانجويج سكول اللي كاين في المدينه ديالي وبديت كنقري فيه, وكان استحسان كبير 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 لان الطريقه ديالي باش كنقري هي طريقه جديده ومختلفه. يعني انك باش تقرا وتكون كتقرا وتسطا وداكشي راه ما ساهلاش. يعني باش تدخل النكته والضحك والموسيقى والافلام والبرامج في الطريقه ديال التدريس ديالك حتى راه ما ساهلاش. يعني دابا غادي نبان لك كنهضر بزاف, هو شي تنقول لك راه واقيلا غادي يكون صعيب وما كيفهمش بنادم يقدر ما يتيقوش ولا شي حاجه بحال هكا, ولكن نخلي لي فيديو اللي جايين هما اللي يعرفوك بيا اكثر. بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا في واتزام, مرحبا بكم في السونتر ديال يونيفرسال اوكسفورد سبايرز لانجويج سكول اللي كاين في زنقه الحداده. الناس اللي ساكنين برا واتزاب اللي جاي اللي جاي اللي جاي واعر 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 بزاف. بالنسبه للناس ديال الباك كنوعدكم على انه الامتحان ديال لونغلي غادي يجيكم ساهل وسهل بزاف, وان شاء الله غادي يكونوا فيديو ديال لا كوميونيكيشن كيفاش تتعلم تهضر كيفاش تسمع, غادي يكونوا نصائح بزاف ان شاء الله. سو باي باي جايز اند سي يو تو ذا نيكست فيديو.